مرحبا حبايب قلبي، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله تمام. اليوم حبايب قلبي ان شاء الله بدنا نعمل طريقة الكوب كيك. طبعا كوب كيك الاطفال كتير بحبوه والصغار، ان شاء الله اليوم رح اعملكم طريقة تعجبهم. عندي هون المقادير للكوب كيك: 2.5 كاس طحين طبعا منخولين، 3 حبات بيض، 1 كاسة حليب بتكون فاترة، عندي 1/2 كاسة زيت، 1 كاسة سكر، زرف فانيلا وزرف بيكنج بودر، او معلقة كبيرة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة فانيلا. هاي كل المقادير ان شاء الله اليوم. خليكم معنا مشان نبلش. عندي هون طبعا شوكولا مشان تزيين. خليكم معنا. هلا حبايب قلبي، اول شي بدي نزل البيض، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون انا المضرب كهربائي، وفيكن تعملوه انتو بالمضرب اليدوي العادي، خفاقة العادية كمان بصير. هلا بننزل على البيض اول شي الفانيلا، بدي اخفقن كتير منيح. هلا هيك حبايب قلبي شوفوا كيف صار عندي قوام البيض، مثل ما كنتم شايفين صار مثل الكريمة. هلا بدي نزل عليه اول شي الزيت، عفوا حبايب قلبي رح نزل عليه السكر اول شي واخفقنه منيح، بعدين رح نزل الزيت. هلا حبايب قلبي بعد ما صار عندي القوام بهالشكل هاد، شوفوا ما احلاهم صاروا مع السكر. هلا رح نزل الزيت اول شي، بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي كل ما نزل شغلة لازم اخفقها قبل ما احط الشغلة التانية. هلا حبايب قلبي رح نزل الحليب كمان ورد اخفقهم، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حبايب قلبي بعد ما خفقتهم كتير منيح، هلا بدي احط زرف البيكنج بودر على الطحين، بدي احركهم شوي. وهلا بدنا نشيل الخفاقة الكهربائية، بدنا نخفق بالخفاقة العادية. هلا بدنا نبدا ننزل الطحين شوي شوي ونخفق. طبعا انا كمان رح اقسم الخليط نصين، رح اعمل نص سادة ونص مع شوكولا، يعني بدي احط 2 معلقة كاكاو او 3 معالق كاكاو مع نص الخليط، بدي اخليه مع شوكولا يصير. هلا هيك حبايب قلبي شوفوا كيف صار عندي المزيج، شايفين كيف؟ هلا انا هيك قسمته لنصين، عندي بدي احط هون على النص، بدي احط على النص هون عندي 2 معلقة كاكاو، وانا حسب طبعا اللون، حسب اللون انتو شو كيف تحبوه، فاتح او غامق. طبعا حبايب قلبي اذا حسيتوا بعد الكاكاو والعجينة نشفت شوي فيكم زيدولها شوية حليب عشان تزبط عندكم. الكاكاو حبايب قلبي لازم ننخله، لانه كيف شايفين كيف بيطلع معنا، إذا نخلناه بصير معنا مع الكيكة أسهل خفقه، شايفين كيف؟ هيك نزلوا ما ضل فيه تكتلات. هلا رح نخفقه إن شاء الله بشوفكم بس نعبي بالقالب. هلا حبايب قلبي بقالب الكب كيك عندي أنا ورقات الكب كيك كمان حطيتهم بالقالب. هلا بدنا نبدأ نوزع الخليط، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بنعبيها كاملة، بنعبي نصها بس، هيك مثل ما انكم شايفين. هلا ان شاء الله راح اعبيها وحطهم بالفرن برجع. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما عبيت كل القالب، هلا بدي نزل عليه حبات شوكولا، حط على كل واحدة شوي. طبعا حبايب قلبي ليش نحنا بنحط بس نص؟ لانه هلا هي رح تنفش ورح تعبي القالب، عشان هيك لازم ما نكتر فيها من الخليط. هلا هيك حبايب قلبي صارت عند الصينية. هلا انا شغلت الفرن طبعا من شوي قبل ما ابلش
السكب، شغلته على درجة حرارة 180 من تحت. هلا راح احطها من تحت، بس تستوي من تحت شغل عليها من فوق. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما طلعتها من الفرن، شوفوا عندي كيف شكلهم، شايفين الشكل ما شاء الله وقديه نفشوا. هاي عندي كمان كيكة الشوكولا. هلا انا حبايب قلبي انه هيك يعني كمان بالشوكولا ما بدهم تزيين، بس انا حابة ازينهم كمان شوي، يعني الولاد بيحبوا الشوكولا كتير، مشان هيك رح ازينهم بالشوكولا. حط لهم عندي انا هاي الزينة اشكال فيها، رح زينهم فيهم كمان ان شاء الله. هلا انا هيك رح احط لها شوية شوكولا، كل واحدة رح احط لها نفس الشي وزينها شوي بالحبيبات. هلا مثل هيك حبايب قلبي رح ارش لهم شوية زينة. هلا ان شاء الله بشوفكم مرحلة التقديم. هيك حبايب قلبي كانت وصفتنا لليوم الكب كيك، ان شاء الله تكون عجبتكم يا رب. حبايب قلبي شوفوا لي منظرها بياخد العقل، اكيد الاولاد كتير رح يحبوها. اذا عجبتكم وصفتنا لليوم بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله الف صحة وعافية يا رب.